بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنا العميد الركن غازي جابر العبود، قائد الفوج 147 إنزال جوي، وهذه هويتي. وبالتعاون مع كتيبة المجاهدين العاملة في المنطقة الشرقية من القطاع الجنوبي، أعلن انشقاقي عن القوات الأسدية المجرمة نتيجة للظلم الممارس على شعبنا وخيانة ميثاق العهد الذي أخذناه على أنفسنا في حماية الشعب. أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لشعبي ومدافعا عن حقوقه وكرامته، والله على ما أقول شهيد. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر!